شيء يعني احنا يزعل يا ابو طبيع ما يزعل طبعا صح مو قلت شيء وانا قلت شيء مو قلت شيء كلام الليل يا وحي النهار خل نروح على عدنان جعفر فرسان يطلعون ابداعاتهم يعني وان شاء الله ما ياخذ لنا اليوم اي يعني بطير الحصان مثلا الاعتراف بالخطا مو قرار سهل انك تلف بالحصان سياره هي ممكن يعني تظلم الحصان بعد شنو براشرته من بداية الموسم سهولات ما خليت لي صاحب في سهولات كان ياخذ عن نفسه وش وعدنا وياه هالسبوع الحين حمت الاسباقات هيبه موسمين 66 حلقة كل اللي كنت احاول اوصله ان الاراء يجب ان تسمع احسن الشيء والله ما ايدانت بصراحة ممتاز وكل طرف في نهاية المطاف له الحق في اعتناق أي رأي يشاء وأنتوا ما تغطون سباق أنتوا تغطون اللي يدير حوالي هالسباق هذا وهذا الأهم وإذا أحد عنده انتقاد أو عنده كلمة طيبة ودي أن أشوف بعد في نفس الوقت أدلة تثبت ذلك أو تناقض ازدواجية التفكير ممكن تقرونها وايد في كتب الفلسفة وعلم الاجتماع لكنها في سباقات السرعة لها أكثر من تطبيق فإنك تكون صاحب رأيين وتؤمن بالفكرة ونقيضها له عندي أكثر من تفسير لكن لا تشغلون بالكم وايد الحين أعتقد بتفهمون المعنى في القادم من أحاديث سوى كذي سوى كذي هو الحصان ما سوى كذي يصارخ عليك قدام الناس يعني يبي يسوي اللي في باله قالوا لي من هالشوط قلت ما اعرف قالوا غرايب عموما الشوط انتاج محلي من 0 لـ45 وبس بخمس مشاركين يعني أحسن خلينا نشوف المدربين إيش متوقعين الخضر على مياس يعني قرايب فريق نظام مراقبة على قولتهم you have to start somewhere فلازم تاخذ رن يعني شوي شنو ممكن يصير في الشوط مع البقية علشان نقول ممكن غرايب السيناريو اللي بيصير بيصير اورا ديبارتمنت يحب المقدمه واتوقع جيمس ما اعتقد بيخليه يطلع على راحته فاتوقع يمكن دليل بيكون وياه اي وبيتكبد في الانتظار مياس وقرايب مياس بس في شيء يعيقه مياس يعني بالوزن اول مره يروح يشيل هالوزن يعني ومياس الافضل ان شاء الله انه يصير اي غلط في الشوط ويصير في صالح اتمنى ما صار راح اترنها يعني حق بداية الموسم منجز
بيكون وياهم منجز ان شاء الله ان احنا نتغلب على بس اول نبي نتغلب على الستارتنج لانه هو عنده يعاند في الستارتنج ويا الخير ذلين ما بيسوي شيء منجز. منجز يتقدم الى المركز الثالث وبارتمنت هو الاخر يتقدم الى المركز الرابع. ما دريت انك الشوط وحين دريت شي غير ترى لا تنسين وزنه 51 صح كلام محمد سيدي اي 51 لدور يعني خيل 62 61 فرق 9 و10 كيلو يعني اكيد بياثر بس نفس ما قلت لك يعني ان شاء الله انه نتغلب على صندوق الانطلاق ان شاء الله انه يكون في موده ونشوف احنا نبي انا بشوفه يعني من عقب ما خذيناه من سمو الشيخ عبد الله ريحناه واشتغلنا عليه نبي نشوف شغلنا شلون. تذكرون الموسم اللي طاف يوم قلت ما ادري ايش مشكله الخيل اللي دربها جيمس كلها تخاف من الستارتنج جيت عموما يعني يظلون الفيفرت هم الفيفرت بارتشمان مياس باشمان اذا نهدب روحه قدام بيوصل البارتشمان معروف يعني لازم يروح رنين ليستفت عقب تشوفه بارتشمان اما اليوم ما ظنت يسوي شيء غرايب ولا مياس بارتشمنت ولا دليل ما نعرف ايش بيصير بروف اند ريسنج انطلق اول اشواط الامسيه من موسم 2019-2020 في انطلاقه 5 من الجياده اللوكال انتاج محلي انطلاقه بطيئه لبارتشمنت من البدايه بينما انطلاقه سريعه لدليل مع الفارس عبد الله فيصل هو الذي يتصدر السباق بينما يلحق به ثانيا مياس مع الفارس اندرو اليد بينما غرايب تاتينا ثالثا ومنجز في المركز الرابع وبارتشمنت في المركز الخامس نعود إلى الصدارة والمركز الأول مع دليل بعش بشعار سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة على المركز الأول بقيادة الفارس عبد الله فيصل. المركز الثاني هنالك مياس أيضا بشعار سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة وبقيادة الفارس أندرو إليت الفائز في نفس هذه المسافة في آخر مشاركتين في الموسم الماضي بينما تأتينا غرايب بمحادات السياج في المركز الثالث ورابعا هنالك منجز وبارتمنت حتى الآن في آخر الجياد إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول مع دليل لالتي ستسكيب على المركز الأول يلحق به ثانيا مياس مع أندرو إليت منجز يتقدم المركز الثالث وبارتمنت هو الآخر يتقدم المركز الرابع بينما تأخر لغرايب في هذه اللحظات هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية 600 متر ما تبقى من السباق ولا تزال الصدارة مع دليل عبد الله فيصل على صدارة هذا الشوط المركز الثاني هنالك انطلاقة مياس مع أندرو إيديل والمركز الثالث هنالك أيضا بارتمنت وغرايب بمحادات السيارة لا تزال الصدارة والمركز الأول مع دليل سلالة سيتيز كيب على المركز الأول مع الفارس عبد الله فيصل بينما انطلاقة مياس بشعار سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة إذا هنالك أيضا غرايب قادمة بقوة فعلا أيها المتابعون الكرام هنا غرايب مع شعار العفو ريسنج فعلا أيها السيدات والسادة غرايب هي من تنتزع أول أشواط الأمسية وطبعا بقيادة موفقة من الفارس اليونيو مان في توقيت ولا أروع I'm not happy with you this race. I know. صح مياس حامل أعلى وزن بس ما عرف أنا توقعت أنه ممكن يكون أفضل بس واضح أني غلطانة بعد اللي صار نفس المسافة هذه اللي عام شفناها غلبت فيها فارق أطوال عن الخيل One of the battles, what can we do? They ran very well, they ran good. Exactly right. There weren't any other choice for you but to let Dalil and Mayas to go on the front? Yeah, Dalil he likes to lead. Okay. No, we thought the other one would come to the front. Alan draws. Because it makes the running all the time. This is the first time they take it back. I'm not there for Jimmy. Yeah. I'm there for Sheikh Mohammed and Sheikh Issa and Sheikh Nasser. so we run our horses for how we think suits. I didn't want to get into a fighting match. بارتشمنت أول مرة. لصالحها. هاي اللي صار وصار في صالح غرايب وضد مياس. بالضبط. يعني I was happy with the way my horse ran. I didn't expect to win. تأخيرة بارتشمنت هاي نقطة صارت لصالحها. الشوط ما صار سريع واجد بحكم ان بارتشمنت ما طلع قدام فما صار الشوط سريع واجد كان الشوط معقول يعني السرعه معقوله
الشوط الأول من أشواطي المفضلة الصراحة، وأتوقع الشوط الثاني كذلك. بين أركيك ولايك دلوك يارد لاين، منافسة أتوقعها بتكون بين أركيد ويارد لاين ولايك دلوك، ما أتوقع بتطلع منهم هذا المنافسة. وبما أن في شبه اتفاق على المرشحين الثلاث، أظن أني بسأل عنهم فقط وبترك البقية في السباق. المرشح الأول لايك دلوك. قول الشوط بدينا والبادي على الله، يعني توكل لايك دلوك على الله. إذا ناوي يركض طبعاً راح يكون أفضل واحد فيهم في الشوط. إذا ناوي يركض الحصان وما عنده مشاكل بهوة الانطلاق والحصان جاي في الفورم وما عنده أي مشكلة، راح يحقق الانتصار أيضاً بعد. تذكر آخر سباق حق لايك دلوك الموسم اللي طاف؟ نعم، فوق أحمد مكي وجاء الخامس. ما كان زين؟ لا كان زين بس لا ما كان خامس، ما كان زين. لا خامس ما كان زين بس الحصان كان زين إنه هو دش الستارتنج جيت. أوكي بس ما طلع بالصورة المطلوبة. هذا مو مهم عندنا، هذا بكرة يغلب عقب بكرة أسبوع العقبة. بس أهم شيء يعني السبب اللي كنا نبي وصلنا للمراد اللي كنا نبي إنه هو يدش ستارتنج جيت يطلع حصان بس ويطلع مو مضغوط مرتاح. المفروض الحين قدر يتغلب على مشكلته لأن الحصان صار له فترة مو مسابق مرتاح. أوكي لايك دلوك مرشح أول، يعني ساعات إذا في مرشح أول ما يعطيك فرصة تتكلم عن البقية، وساعات من يرشح منصور يرشح مسكين منصور تراني. أوكي ترشيحاته ترشيحاته غلط، توقعات كل شخص يقدر يتوقع بس لا عاد هاي ترشيحات مكتب السباق. في حصان يارد لاين 100 ريتد وهو المرشح الثالث يارد لاين. احسن من في الشوط على الورق اكيد لان ريت مفروض كرنفال هورس، يعني حصان مال كرنفال، يعني الكرنفال 95 وفوق. في خير في الشوط يلا ركض اياهم جروبات جروب 3 ليستد لايك ذا لوك ميدان للحين ما شاف الفوتو فينش، ما عنده فوز ولا عنده خبره. اول سباق لاين مغمار بعد يمكن ما يمشي على المضمار، ما يصير؟ لا تمللت من هالجواب، اعطوني غير. ترى في بعض الارضيات ما تمشي ولا كل الخيل، تعالي شوفي في التمارين على الرمل في عندنا خيل طير، بعض الخيل احنا نوديها مثلا قلب على الجراس اللي هو يوم الجمعه يفتحون نوديها، بس انا ما مداني اوديها لان عباره اول اسبوع وما توقعت ان خيل يفتحون الجراس، فتفاجأت ان في خيل راحت من كذي، لو ادري ان في كان يبتدى. ما كل يوم يفتحون؟ تقريبا يعني، بس لانه بيصير الدولي اتوقع يمكن الاسبوع الجاي يوقفون لانه بيصير الدولي، فمن كذي انا ما توقعت يعني. انا متخوف بس عامل الارضيه، اذا الارضيه ناسبته يعني بقول لك انه 90% هو يفوز. يبقى المرشح الثاني أركيك. الموسم اللي طاف يوم خلص بديت اقلم فاز على جيوج افضل من اللي انا اشوفهم موجودين في ذي الشوط، صح كلامي ولا لا؟ اخر سباق له الحصان مسافه الالف سوى توقيت نوعا ما ممتاز، يعني 59 فاصله يعني اجزاء من الثاني في مركز ثالث ورا رتاز بوي. والله انا ما اقدر احكم على جياد اللي فاز عليهم حاليا لان في جياد حاليا جديده، ان شاء الله التوفيق ان شاء الله. دروف أند ريسينج انطلق شوطة ثانية أيها المتابعون الكرام من مسافة الألف متر بانطلاقة السبع من الجيادة المستوردة ثيربريد بانطلاقة جبر، من يتصدر سباق من البداية بينما يلحق به ثانيا هنالك المرشح الأول لايك دي لوك بقيادة الفارس أحمد مكي. المركز الثالث يتواجد المرشح الثالث يارد لاين مع الفارس عبد الله فيصل. أركيك المرشح الثاني في المركز الرابع، روان تاتينا خامسا، وأيضا توركت في المركز السادس، وتأخر لفيلادلفيا في هذا السباق. إذن إلى الصدارة المركز الأول حتى الآن مع جبر حسن الصفر على المركز الأول، بينما المرشح الأول لايك دي لوك في المركز الثاني. هنا تخطف الصدارة الآن من قبل المرشح الأول لايك دي لوك الذي لا زال في حتى الآن في وضعية الانتظار، وهنالك أيضا محاولات من قبل أركيك المرشح الثاني في هذا السباق مع أنس الشيابي. فعلا أيها السيدات والسادة، هنا لايك دي لوك هو الذي يتصدر السباق، محاولات أيضا من قبل أركيك مع أنس الشيابي، لكن لايك لي دوك
من يخطف صدارة الشوط الثاني بقيادة المتمرن أحمد مكي وبتدريب جابر رمضان المرشح الأول. لايك لينوك بشعار اصطبر رمضان من يخطف صدارة الشوط الثاني. أركيك صراحة وايد استانست إنزين، لأن أنا وايد أحتر لين يقولون لي بداية الموسم مو بجاهز يعني انجلط. بسم الله عليك. فيعني إن أركيك الحمد لله أوكي صدق يعني. قدم فارق وزن بعد ترى جاهز هو الفارق الوزن. فارق الوزن عند أركيك، مع إن حسن مثل ما قال لي ما يحب هالنوع من الأعذار. يمكن مفروض بس نكتفي بأن أدائه كان زين كأول سباق بعد الموسم اللي طاف. ويا ريد لاين نسمع الفيدباك مال عبد الله. اول ريس لا نبي نسمع عبد الله يعني هو لانه قال لك الفيدباك. لا احسه مو جاهز الحصان يعني مش زين بدايه اول 400 متر وتعب بعدين. الحصان ما تاقلم مع الارض او عنده مشاكل صحيه تحضير هذه بس الخامس مو مقبول. ليش مو مقبول؟ ما ادري يعني. لا ريس لازم انت تكتشفين بعد حصان جديد يمكن يبي له اشياء نضيف عليه يمكن يبي له بلينكر يبي له رباط لسان بس عاد لايك دلوك من الموسم الفات كان مفروض يغلب اكثر من شوط وهالموسم اخيرا يعني اول سباق وتوفقوا والحمد لله وغلب مع انه كان البدايه عنده مشاكل بالانطلاقه بس قام مع الخير ما شاء الله وقياده جدا ممتازه من احمد المكي. صافي ذاك الاسبوع ايه افتقدناك والله. وين اول ما عندي شيء كان جمهور يعني انت اليوم عندك بس كنا ما عندك لان المرشح الاول والثاني الفيكتوريوس مع يوسف طاهر والثالث مع الكويتي يعني اقدر اقول كذي كذاك يعني بتي الثالث ليش شو كفاني من فيهم بيغلب؟ والله اثنينهم في نفس المستوى شوف زينين حاول يعني حاول قلت له حاول تي ثاني شوف الجملة بك الموسم بك تدور لي جملة غير بنحاول يعني ما في خطة بينكم؟ كل واحد بيروح سباق الخاص؟ لا لا في خطة بس يعني عقب ما تحركين شوي نعرف نرتب والله يعني اعرف بس ثلاثة اللي بيركضون في الشوط بس ما ابيكم تتمللون على الاقل بنشوف الصقلاوي 1564 اللي درب عبد الله وين بيكون؟ ثاني ولا ثالث وما ابي ابالغ واقول ولا اول. بروف اند ريسينج انطلق شوط الثالث على كاس الصخيل الخيل العربيه الاصيله والمسجله في منظمه الوهو بمشاركه ثلاث من الجياد بعد انسحاب الطويس 1694 من قبل الطبيب البيطري بالنادي. انطلاقه الصقلاوي 1564 بشعار الوسميه بقياده المتمرن ابراهيم نادر بينما يلحق به ثانيا المرشح الاول كحيلان عافص 1708 مع الفارس عبد الله فيصل وبجانب بياتين المرشح الثاني الصقلاوي 1578 مع أنس السيابي لنعود إلى الصدارة والمركز الأول مع المرشح الثالث الصقلاوي 1564 مع إبراهيم نادر يلحق به ثانيا المرشح الأول كحيلان عافص 1708 الفائز بمسافة الميل في آخر مشاركاته وهناك أيضا محاولات من قبل المرشح الثاني الصقلاوي 1578 هنا تخطف الصدارة من قبل المرشح الأول كحيلان عافص 1708 وهناك أيضا محاولات من قبل المرشح الثاني الصقلاوي 1578 إذا الصدارة لا تزال مع كحيلان عافص 1708 لكن هناك أيضا محاولات من قبل الصقلاوي 1578 فعلا أيها المتابعون الكرام خطوة بخطوة المرشح الأول كحيلان عافص والمرشح الثاني الصقلاوي خطوة بخطوة على خط النهاية بعد الدخول ثنائي راح نترك نتيجة الشوط لحكم السباق. يوسف مستانس مستانس على الشوط العربي تقول له الشوط اصلا سهل ما اعرف اذا يحتاج اذكركم بكحنان عافص وشلون تجاوز مشكلة الانحراف الموسم اللي طاف مع انس
بس نشوف ان عبد الله فيصل هالمره قاده مثل ما يقوده انس السياب، يعني ما شفنا اي انحراف. قلت لك، لا قلت لك، يعني عبد الله فيصل شاف الخطا اللي في الحصان وتمكن منه اليوم من احسن ما يمكن، قاده في خط السيده بالضبط، يعني ما انحرف ولا، ويمكن بعد ساعده انس السياب لانه صار وياه، صار في نفس الخط وياه، فما قدر ينحرف الحصان، فيمكن هذا السبب بعد انه خلى الحصان يروح في خط مستقيم ويفوز. وانا ابارك لعبد الله فيصل ويوسف طه. رماني متحمس، ها ها حد اشوفه وايد، يعني لان سنه ما ركض سنه، يعني ما بعرف شو اسوي. إيه إيه شكله بعد نسى الريس. رماني وبعد قصته العام مع حسين الديلمي، هذه اول رجعه وبيكون معاه المرشح الاول دوتشامبي والثاني حراش. هاي الحماس مو ممكن يكون إيجابي؟ على فكرة هو الحصان كله كذي حتى الصبح. إيه إيه أتذكر العام. كله كذي حتى الصبح، يعني في التمارين مع إنه في الظلام وهدوء بعد. إن شاء الله يعني إنه يوفر شوي من هالحماس حق الريس. بس إن دوشامبي حصان راكض من قبل، خاصة آخر السباقات فايز بها في مسافة 1600 متر، حصان صعب. حراش is there to support دوشامبي. اليوم المدرب جيم سنيلر شارك مع حراش لتخفيف الوزن على دوشامبي. بالضبط، اعتقد خاصة ان حراش يحب المسافة اطول من مسافة 1400. وتعرفون في نظام الاوزان وجود حراش خلاه يحمل اعلى وزن في السباق 62 كيلو والباقيين 54، بس لازلت اعتقد انه think maybe Ramani will come back and... maybe you see the other one came back. يخاف يخلصه كله الحين. والله يمكن بعد، خصوصا انه بيكون يعني على قولتهم دراجز فري، فالله يستر. انا ما اتوقع الفوز مستنقصا منه، ولكن حتى الان مع راماني سلالة سوسايتي روك على المركز الاول وعلى صدارة هذا الشو. حصان واقف موسم، الخيل توقف اسبوعين ثلاثه، ما تدري الظروف شنو تتغير عندها من جاهزيه من ظروف. اعتقد ان دوشامبي هو الافضل. انا بعد متخوف من دوشامبي، فالخوف متبادل. دوشامبي يعني عنده سبورتر، يعني عنده حراش، عنده حراش بدون حراش، يعني الحصان في هالمسافه زين. عقب هالكلام ما عندنا الا نتابع راماني ودوشامبي وش بيصير بينهم في السباق. في روف أند ريسينج انطلق الشوط الرابع أيها المتابعون الكرام من مسافة 1400 متر بمشاركة خمس من الجياد اللوكل بانطلاقة واردات، هي التي تتصدر السباق بالكاب الأسود بشعار سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة. يلحق به ثانيا المرشح الثالث راماني مع الفارس لي نيومان، بينما ثالثا يتواجد المرشح الثاني حراش مع الفارس عبد الله فيصل. دوشامبي ياتينا في المركز الرابع، وأيضا بلوز كيتار في المركز الخامس. إذا تخطف الصدارة الآن من قبل المرشح الثالث راماني مع الفارس لينيومان الذي يبحث عن ثاني انتصاراته في هذه الأمسية. واردات تأتينا في المركز الثاني، بينما حراش في المركز الثالث، ودوشامبي المرشح الأول بمحادات السياج في المركز الرابع، وبلوز كيتار حتى الآن في المركز الخامس. إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول حتى الآن مع راماني سلالة سوسايتي روك على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشو. يلحق به ثانيا المرشح الأول دوشامبي مع الفارس، أيضا لدينا أندرو أجد ومحاولات أيضا من قبل حراش مع الفارس عبد الله فيصل. إذا لا تزال الصدارة والمركز الأول مع راماني مع اليونيومان على المركز الأول. فعلا أيها المتابعون الكرام، العفو ريسينج يقترب الآن من انتزاع الشوط الثاني في هذه الأمسية. محاولات أيضا من قبل دوشامبي قادم بقوة، لكن راماني يأتي بالأمان ويخطف صدارة الشوط الرابع على كان. لا يحتاج لا مخدرات ولا منشطات، ليش؟ صدق عادي دراجز فري يعني؟
اعطي غاش مره ستيوارت واخذين دمه ومحللين قالوا دراجز فري دراجز فري العب بالتحليل بعد ما يبين انا مو من النوع العصبي يعني بس طلعني عن طوري صراحه يعني طلعنا من البوكس اشوفه قاعد يدعمني وقاعد يصارخ علي انا كنت مع حراش وهو كان مع رماني هو كان في اخر بوكس انا كنت قبل الاخير فطلعنا من البوكس قاعد يدعم حصاني ويصرخ علي دش داخل دش داخل دش داخل فانا اوكي طوفت الموضوع يعني نعم نعم اللي نرفزني ان رحت لباركت له لما باركت له سيده يوصل باني قال لي يو ديرتي رايدر يو ار شيدر ومشى رديت رجعت له هني قلت له وات جاست يو سيد اللي ورد قام يسب فقلت له يعني انت انا ما له داعي اسمع كلامك لان انت مو من التيم مالي يقول لي ان انا ضيعت عليه خليته يكون برا فيخسر جراوند قلت له if you say so but he just I say so trust me فرحت اشتكيت عليه في الاستيواء هو اخذوا اقوالي وبالضبط راويتهم شنو اللي صار لانه هو الحين غير اقواله قال ان انا لا انا طلعت وملت عليه يعني انا طلعت ورحت له جهه اليسار قلت له انا ما سويت شيء فلما دشينا الاستيواء راويتهم ان انا كنت طالع سيده وهو اللي كان يدعمني فقلت لهم انه هددني وسوالي ما ادري عاد الحين شو يصير هو ياني وتأسف لأن أنا داخل بعد ما سكت عنه ذاك الأسبوع سمعنا نصايح للملاك والمدربين والفرسان ما نسيتهم هالأسبوع أكيد عدنان جعفر عدنان جعفر جوكي يتعب على روحه يعني أنا أشوفه يعني قاعد يبذل مجهود كل يوم يروح رياضة وجيم وغيره بس يحتاج صدق يمكن دعم بس لازم قبل الدعم انه هو يشد حيله ويترك عنه يعني اشياء اللي خارج السباق يعني ساعات في اشياء تصير في السباق وهو يطلع عنها ما قاعد يقول الاشياء اللي هي مثلا الصحيحه انا لما اعاند واقول لا ما صار المدرب اللي يعطيني الحصان اشارك فيه يكلمني قدام الجماعه هني قدام الناس او يصارخ علي قدام الناس فمضطر ان انا اعانده فلما يقول لا الحصان مثلا سوى كذي سوى كذي هو الحصان ما سوى كذي يعني يترك عنا بالعكس انا كمدرب اشوف وثانيا انت كجوكي مكمل حق المدرب اذا انت جيت عطيتني غلط مالك مو غلط من الحصان عشان انا عارف ان مره ثانيه مثلا الحصان اتلاشى الاخطاء اللي سواها لما يكلمني بهدوء نكون بروحنا عدنان عندك كذي كذي صار فانا اعترف بالغلط ما في مشكله اصلا يشرفني انك انت تجودني زين بروحنا وتكلمني لكن انت تعطيني خطا مو في المكان الصحيح انا ما اعرف شلون اتعامل معه يعني احس عادي يعني انفعال الشوط وكذي لا هو لازم يعني انفعال الشوط ليش سويت كذي وكل المفروض تطلع كذي هو يقول لك ما اسهل الحرب عند المتفرجين انت متفرج حتى لو انت كنت مدرب انت متفرج انا فوق الحصان أنا فوق الحصان أنت تعرفين ظروف الخيل في السباقات تصير سكة ما أقدر أطلع الحصان في ظروف وايد تصير يصير الشوط سريع يصير الشوط بطيء يعني أنا مو يعني بطير الحصان مثلا لازم يعني شوي أخذ بركاضي يعني أشوف لي القب مثلا متى أطلع الحصان صعب يعني مو قرار سهل إنك تلف بالحصان سيارة هي إذا نصيحتك حق عدنان إنه واصل لنهاية الموسم بنفس الثقة وبنفس التركيز وبتكون فارز زين إن شاء الله اعترف بخطأ أي نعم الاعتراف بالخطأ ومن عدنان إلى حسن الصفار حسن الصفار من اللي بيقول لنا هالموسم أنا موجود؟ حسن الصفار. Yes, but he's not my favorite one. You talk about my one I like. يعني يواظب على الشغل والأشياء وفي الريسات شوي تمرن ياخذ. طبعاً خيرة الفرسان. طبعاً هو أنا في رأيي يعني يمكن هو ويا عبد الله فيصل يتربعون على عرش الفرسان إذا صح التعبير البحرينيين. إنزين أتمنى إن حسن
شوية يتعب على روحه زيادة، يمكن يحتاج إلى اللياقة، يمكن لياقته مو كافية، يحتاج إلى يركز على هذا الموضوع. الشغلات الباقية بالعكس الرجال مخه نظيف، he know how to ride. ومن حسن إلى إبراهيم، نصيحتي له أن لا تركز وايد وايد على الوزن على أساس أنك تنزل وايد وايد، فأكل صح والوزن مو ضروري أنك تنزله كامل، عندك لـ 54 تقدر تركب لـ 54، فخل عندك طاقة حق أنك تقدر تدفع الحصان. شكل إبراهيم ذابح روحه، بس من إبراهيم إلى أحمد مكي، نكون راكد ويعني ناس ما قلت ليش أهدأ شوي وطاوع كلام المدرب، هو يعني طاوع بس يعني إن شاء الله بعد يطاوع أكثر بس شوي عنيد هاي شوي يعني يبي يسوي اللي في باله، ويكون إن شاء الله من خيرة الفرسان. ما يصير أنا ضعيفة راح أعطي أحسن مني، ما يصير. ممكن في ناس أسوأ منك؟ لا ما أنت أسوأ واحد؟ تقريبا. شوط حق كفاءة البرانتس يرجع والميدان يا حميدون، شوط للفرسان المتمرنين بس بدون استخدام العصا، وما أدري أتكلم فيه عن الخيل ولا عن الفرسان ولا عن الاثنين. الحصان يعود لأن الفارس ماله عدنان جعفر. الشوط توازن وبثمان مشاركين وما فيه مرشحين، ودام بدون استخدام العصا فهذه تحدي جديد. Oh my God, James! Okay, okay, we'll see. Are you here in this race? Yes, I'm here. Okay, I will not speak to you. We'll see. Okay? So now you have an excuse to me. We will see. Of course. Yeah. You will not have any excuse now. I will not talk to you. جائزة لروف أند ريسينج. انطلق الشوط الخامس أيها السيدات والسادة، أيها المتابعون الكرام، انطلق الشوط الخامس من مسافة 1200 متر مستقيم للجيادة الهانديكاب تصنيف من 0 إلى 35 لوكال إنتاج محلي بانطلاقة مقصود، هو الذي يتصدر السباق مع الفارس محمد رضا، يلحق به ثانيا نردين مع الفارس أحمد مكي الفائز في الشوط الثاني مع لايك ديلوك، بينما المركز الثالث تتواجد محايدة مع الفارس إبراهيم نادر، والمركز الرابع هنالك أيضا تتواجد شموخ مع الفارس صلاح عيسى بلو أنجل، في المركز السادس وسابعا يتواجد هنالك أيضا لدينا يعود مع الفارس عدنان جعفر. إذن لا تزال الصدارة والمركز الأول مع مقصود محمد رضا على المركز، بينما هنالك محاولات أيضا من قبل ستيفي جي. فعلا أيها المتابعون الكرام، بينما انطلاقة هنالك شموخ مع الفارس صلاح عيسى وبلو أنجل مع الفارس عبد الرحيم جاسم، إذن شموخ هي التي تتصدر السباق مع الفارس صلاح عيسى، ومحاولات أيضا من قبل بلو أنجل مع الفارس عبد الرحيم جاسم وأيضا محايدة، بينما يعود أيضا قادم بقوة. فعلا أيها المتابعون الكرام، يعود مع الفارس عدنان جعفر يقترب من انتزاع الشوط الخامس، فعلا يعود هو بطل الشوط الخامس لهذه الأمسية. المركز الثاني شموخ، فردية في المركز الثالث، ونردين في المركز. عاد أنا ما سألت جيمس قبل الشوط لا عن يعود ولا عن شموخ، لأنه قال إن أنا كل ما سأله يخسر الشوط، والحين الصراحة مالي ويها أشوفه عقب فوز يعود. قلت يا جماعة انا اوكي، انا كنادي الفروسيه شكرا ان انتم سويتوا اشواط للبرانتسيه، على الاقل يعطونهم 5 ويابه مثلا، يضرب 5 ضربات. انت اليوم ضربت 3 ويابه، امبلا شغل الكاميرا ورجع لك انك يا ابو زيد ما غزل. شوط التوازن تكون مفتوحة لأن بسبب تقارب الأوزان وتقارب الريتات، وشوط من 0 لـ 80 و11 اللي مشاركين، يعني مفروض نشوف مستوى حلو وما نبغي نتوقع من بيفوز من الحين.
الديفنس بونير زين، عندك وورد اوردر زين، وبنك. بس بنك شبه علي على ما تستفهم. اي يعني احنا ما نقدر نقول هو من الخيل الزين ولا نقدر نقول انه هو من الخيل السيء، صاير في النص. في النص متعلق. هو الجواد الوحيد اللي شارك الاسبوع الماضي. اي نعم. نقدر نقول هو الاجهز والاقرب للفوز اليوم. طبعا بلا شك بنك. بنك عنده رصيد من الخبره. ريته كان عالي، كان 86 87 فصل. فهو مو بهالمستوى يعني، فلازم ينزل الريت في السبعينات يكون حصان زين ينافس. بس في الثمانينات والتسعينات صعب عليه. من غير بنك؟ اعتقد انه بعد حصان نورثن ما بيكون سهل في الشوط. ريسينج انطلق الشوط السادس على كأس المرحوم عبد الهادي العفوي مسافة 1200 متر. هانديكاب ينطلق من 0 إلى 80 بانطلاقة 11 من الجياد المستوردة تيربريد بانطلاقة برنس مونير مع الفرج فيميومان، بينما تقطف الصدارة الآن من قبل وورد أوردر مع الفارس عبد الله فيصل بشعار المحمدية ريسينج، يلحق به ثانيا هنالك برانس كوب مع الفارس أنس الشيابي، والمركز الثالث يتواجد برنس مونير، بينما نورثن ثاندر في المركز الرابع فينيس بيرز يأتينا خامسا، والمركز السادس هنالك يتواجد تريك أوف ذا لايت وبانك في المركز الثامن. إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول، تقطف الصدارة الآن في هذه اللحظات من قبل برنس مونير مع الفارس نيومان، وهنالك أيضا محاولات من قبل أيضا فينيس بيرز مع جيرالد موسي. فعلا أيها السيدات والسادة، هنا انطلاقة فينيس بيرز مع جيرالد موسي هو الذي يتصدر السباق، محاولات من قبل تريك أوف ذا لايت مع حسن الصفار وأيضا برنس بونير مع اليونيومان. فعلا أيها المتابعون الكرام، لا تزال الصدارة مع فينيس بيرز، جيرالد موسي على صدارة في هذا الشو، محاولات من قبل تريك أوف ذا لايت وأيضا برنس بونير، لكن جيرالد موسي مع برنس فينيس بيرز يخطف صدارة الشو السادس على كأس المرحوم عبد الهادي العفوي. فينيس بيرز أتوقع أنه كان شبه مفاجأة في هاي السباق. بلا شك. ما حتوقع، ما توقع أحد يعني، توقع فينيس بيرز. I'm quite happy the way he traveled. I was in the first third part of the race, traveling nice and easy, and then I was waiting for my time. I will say to fill on Mark out, I just traveling too good. I want to wait a bit longer, but nobody bring me there, so I have to take the option to go a bit by myself. So I press a bit soon, but when you get a feeling that it's time to go, you better go. أمريكان أورتس الأبرز في الشوط يعني، وسواء بنتفق ما إن كان هو الأقرب أو لا، يبقى هو المرشح الأول، والثاني نيو كلاسيكال، والثالث آي آي. آي آي ملك إبراهيم العفو يعني، حصان ظهر مرة واحدة آخر الموسم وركض ركضة ممتازة يعني، وما يمنع أنه يقدم اليوم في الشوط، وفي منافسة أيضا من حصان مضمار على الشوط. ذكرت مضمار يعني شفنا من تراجع في المستوى، وكان في كلام أنه كان راح يعرضون الحصان إلى البيع. هونتو شافنا بقى. ليش هونتو؟ ما حد يبي يشتري؟ يعني بلا نبكى الغير كنا بني. ما حد يبي يشتريكم؟ لا سعر احنا خلصه، مو سعر رايح خلصه. الحصان العام كان مستوى مدبدب، يركض مره اوكي ومره مو اوكي. يعني ما احس بيكون ويا الخيل. ليش؟ مضمار انا يعني. في امريكا ارتس. انا اي اس، انت ما تي اس. هيروف اند ريسينج انطلق اخر اشواط الامسيه على كاز مونتريال للسيارات من مسافه 1800 متر بانطلاقه 8 من الجياده المستورده الثيربريد بانطلاقه اليرجيك رياكشن خطوه بخطوه مع المرشح الاول امريكان ارتس. مين ستريت ياتينا ثالثا، بينما استكمال في المركز الرابع، نيو كلاسيكال في المركز الخامس، بينما سادسا ياتينا
هنالك ايضا اي اي مع الفارس ليميو مان مضمار في المركز السابع وساجد في المركز الثامن. نعود الى الصداره والمركز الاول مع امريكان ارتست جيرالد موسي على صداره هذا الشوط بشعار العاديات ريسينج، يلحق به ثانيا اليرجيك رياكشن بشعار المحمديه ريسينج مع الفارس الروزي جيسب. استكمال في المركز الثالث بمحادات السياج مع العماني انس السيابي، والمركز الرابع مين ستريس مع ابراهيم نادر، بينما نيو كلاسيكال ياتينا خامسا. مضمار في المركز السادس والمركز السابع، المرشح الثالث اي اي في المركز السابع وثامنا. هنالك ايضا ساجد مع الفارس حسين مكي. هنا الدخول في المنعطف الاخير الان باتجاه خط النهايه، 600 متر ما تبقى من السباق، ولا تزال الصداره مع امريكان ارتست جيرالد موسي على صداره هذا الشو، يلحق به ثانيا. هنالك انطلاقه الرجيك رياكشن الذي بدا في الانطلاق مع روزي جيسي، ومحاولات ايضا من قبل استكمال مع الفارس انس السيابي، وهنالك ايضا محاولات من قبل نيو كلاسيكال مع بادي ماثر. فعلا ايها السيدات والساده، هنا انطلاقه نيو كلاسيكال مع الفارس بادي ماثر، ومحاولات ايضا من قبل استكمال من جانب السياج، وساجد ايضا قادم بقوه. فعلا ايها السيدات والساده، نيو كلاسيكال مع بادي ماثر الذي يبحث اول انتصارات في مملكه البحرين. اذا نيو كلاسيكال هو بطل الشو الختامي على نيو كلاسيكال، مفاجأة يعتبر للشو. بدينا والله الحمد لله الحمد لله، فرحنا شوي، خلينا نفرح، خلنا نخلي الأنصاري يفرح شوي ونرجع للشوط. في لحظة قلنا American Artist. مع American Artist جيرالد موسي على صدارة هذا الشو. My opinion, you need to run after long break. You probably have a, you enjoy it too much like me this summer. And then the last few long and a half, you just tell me then. Oof. وفي لحظة قلنا استكمال. من قبل استكمال مع الفارس أنس السيابي. كأول ظهور إليه في مضمارنا اليوم، الحصان ممكن يقدم جدا نتائج ممتازة في الريسات القادمة، يعني بيكون الحصان جاهز 100%. يعني. وفي لحظة ثانية قلنا يمكن ساجد. وساجد أيضا قادم بقوة. فعلا أيها السيدات والسادة، حسيت أن ساجد شوي انحكر، ولا أنا غلطانة؟ لا 100% كلامش مضبوط، يعني مفترض كان يكون، أنا ركزت على حسين إنه يكون شوي في النص، ما يكون برا كلش، يكون يعني في النص عشان يكون عنده مجال، بس يلبند اضطر إن الخيل سكت عليه يعني، فاضطر إنه يم داخل، بس سكرت الأبواب، اضطر إنه يطلع الحصان مرة ثانية برا، ما كان عنده خيار ثاني. ايه. رأيك في شوط الفرسان المتمرنين اللي بدون ويب؟ والله ما أيده أنا، أقول خش أشواط حق الفرسان المتمرنين علشان نشوف إمكانياتهم بدون الويب، ويمكن اللي بعد خلاني أيد ذي القرار أكثر اللي صار معك في ذاك الأسبوع. عدنان عرفنا الحل، يعني قمنا نربط العصا في إيده فما أطيها، الحمد لله يعني تغلبنا على هالمشكلة. لا لا، شيء وايد زين، شيء وايد زين، ويكون يعني ما يركزون على الويب، الويب شيء سكندري، يعني أهم شيء ركوبة دافع بوش، فشيء وايد زين، المفروض يسوون أشواط بعد أكثر، لأن في خيل باردة تحتاج أن تحركها وتضربها، فإذا خليتهم بدون ويب ممكن يعني تظلم الحصان بعد، عرفتي؟ في خيل تحتاج بوش مع الضرب، بس اذا خليتي على البوش ما بيبين مستوى لا البرنتس ولا الحصان. في بعض الخيل ما يحتاج يركض هالشوط، صح؟ اذا يحتاج الويب تشوف له اشواط ثانيه. لا، اذا كان اشواط مثلا هندكاب او انتاج محلي وهذا الحصان مضطر ان انت تدخله، مثلا ما في البديل عندك، وش تسوي؟ ما تركض الحصان؟ هاي النظام ماشي في انجلترا، يعني هانسن هيفز سيريس ماشي في انجلترا، يعني فالقصد منها انك يتعلمون البوش، نشوف ازيدهم يعتمدون على العصا لان الخيار الاسهل، صح؟ بينما البوش لا، يبغى له لياقه، يبغى له نفس، يبغى له توقيت صح. هو بالنسبه ليش هذا يعني مثلا عن بدون ويب شوي صعب علينا، انزين ما على تمنعنا نضرب ويب الحصان، انزين على الاقل شولدر تيب مثلا. وثاني شغله، احنا مو فرسان صغار،
الموجودين. اي بس انتم لا تزالون متمرنين. بعد ما يصير لي متمرن خلاص بعد شو اقول لك؟ شوف ان القرار ممتاز يعني ان شاء الله مع الايام الجايه يعني خلونا نستخدم الود ثلاث طقات مثلا في الشرطان الفرسان المتمرنين ثلاث طقات يعني مثلا او طقتين. انا مو بايد القرار. على الاقل يعطونهم خمسه ويابه مثلا يضرب خمسه ضربات او اربع ضربات. لا بالعكس خلي يركز على الدفع والبوزيشن والبوش افضل. على نهايه الموسم يسوون لهم ليميت على الويب ما في مشكله. قلت يا جماعه انا اوكي انا كنادي الفروسيه شكرا ان انتم سويتوا اشواط للبرنتسيه حاولت تساعدونهم بس في المقابل عقب ما يخلص الشوط من يوجههم؟ من يقول له وين اخطا؟ وين الصح؟ اتمنى ان عقب هالشوط في احد يقعدهم يقول لهم انت سويت صح انت سويت غلط ويشرح لهم الامور يعني. صح كلامك 100% مفروض يكون كذي، بس ما تتوقع ان المفروض المدرب اللي ركبه هاي الشوط هو يقعد وياه ويشوف ويا الشوط ويقول له شوف ترى صار غلط كذي صار غلط هاللون يعني ولا كانك يا ابو زيد ما غزل بالضبط. هاي لا هدى يحتاج الى من هو افضل من المدرب وينظر الى الشوط نظره عامه. مو انا يمكن لان حصاني خسران كمضمر اجي احط الحره في الجوكي اقول له لا انت غلطان تشوفني سويت ما في فايده انا بصارخ عليه وبزفه مو بوجهه. هو زين ومو بزين المشكله ان الفرسان المتمرنين انه ما يشاركون كل اسبوع معناته ما عندهم لياقه. اللياقه ما تي في التمرين ولا في التمرين. هاي الحين بيصير كل اسبوع لا؟ لا مو كل اسبوع. كلش كثر بيحسبون لهم نقاط؟ هو نقاط بس كانه مو متاكد بالضبط يعني كل شهر مرة. كل شهر مرة؟ يعني ستة تريسات. اوه. فالمشكلة الأكبر أنه إذا كان بدون ويب الجوكي يحتاج لياقة، فل لياقة. فبين أن اليوم كلهم تعبوا. فرصة. زين هاي زين لا علشان يعني هو زين لو كل أسبوع أو كل أسبوعين. بس كل شهر يعني الجوكي بيركب كل شهر مرة. الحين خلينا نفترض محمد رضا، علي موسى. هذا لأن ما يركبون كل أسبوع. يعني كل شهر بتركبينهم بدون ويب ما بيستفيدون. فهو زين. لازم يتمرنون بروحهم بدون. اللياقة ما تي إلا في الرأس. مو تعب مو تعب. سيد صلاح تعب. يعني هو يجي المركز الثاني بس تعب ما قدر يدفع. أنا أقول ما هي. لا قول صدق. والله ما هي تعبات في البداية إلا هي راحات في النهاية ترى. لازم تتعب في البداية لأن تعودتوا روحكم على شيء اليوم صعب. مرة ثانية بيصير أسهل شوي، مرة ثالثة بيصير أسهل، إيه تتعود. أي شيء في البداية صعب لأن تعودت على ضرب الويب. هذا اللي خرب يعني مشوه سمعة الرايدرية البحرينية سوء ركوبهم، لأن أنت اليوم تعبت هذا استفدت منه. التعب اللي تعبته استفدت منه. لكن لو ما تعبت ما تستفيد. يعني أنا اللي استوينا في الخسارة. شوف تخسر اليوم باكر تتقدم شوي العقب تقدم بيجي سيد عدنان خسر واجد هالسنه ما شاء الله يعني اكو حق ركب وياك لا نعطي عين توا لا 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 وبالاخص حصانه يحب الويب سيد عدنان مفروض حصانه ما يدش في هالشوط لانه يحب الويب اكو غلط لو بنلاحظ عدنان ما شاء الله عليه دفع للنهايه انت اليوم ضرب ثلاثه ويا لا ما ضرب امبلا شغل الكاميرا ورجع احنا نبي يسوون لنا حق جوابك ويقول لا ما ضرب ضرب ثلاثة متى ضرب اليوم؟ ايه ثلاثة ما ضربت انا كنت افرك العنان زين اوريدي كان الويب في ايدي يعني لازم الحصان وردي ودوني ياخذ علي نقط الحين في نقط ودوك؟ لا ما ودوك معني ما طايق لا لا كنا الحين كلنا بيودونا وبيعلمونا السالفة يعني أنا اقترحت على شهداء قلت لك إحنا نحتاج على الأقل ثلاثة ويبة أو ويبين نعطي حصان ويبين أنت توك ما تحتاج أعتقد الحين فهمت وش قصدي لما تكلمت في البداية عن ازدواجية التفكير وإذا بعد ما فهمتوا سألوني الأسبوع الجاي وبجاوبكم ليش واللي كنت أبي أقوله في الختام قاله علي مجيد احنا كنا وين وصلنا وين كنا اول يمكن قبل شهرين ثلاثة نحصل ريس برنتس الحين واجد تقدمنا وكل الخطوات والافكار بنناقشها وبنبني عليها ما في شيء يستوي في لحظة وخطوات التطوير واضحة
حتى لو ما كنا مع كل شيء متفقين، بس بنكون موجودين طول المشوار، هذه أكيد. فالنهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخيل. عشاول الشباب والتجارب اثنين طولهم مع بعض. عشاول الشباب انزين خلوهم يتوجوا لأنه مربوطين ببعض. وانا احلى اللي اربط العشاول. تربطين العشاول عالي في العلالي، هناك غير، هني غير، في الزلاق غير، في هناك غير، كل مكان غير. احنا هني نبوي شوف، يقول لك احنا لا تحاشوني. ها لا تحاشوني، يقول تحاشوني انه ما عندك صح كلامك يعني. ايه شلون بعد؟ قول حق الشيخ دعي. ايه قلت له انا انت قاضي من كذي انا اتكلم. لا 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 يا حبيبي، انا ما ضربته، انا ما ضربته، ارجع. انا كنت افرك لك.